السلام عليكم. تناولوا البصل النيء، ولكن لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي يرتكبه الملايين من الناس عند تناوله. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلماً وتحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت البصل النيء، اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. البصل يعد من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان واستخدمها في طعامه، وبات يحتل الصدارة في قدرته على علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها. فما هي فوائد البصل للجسم؟ وماذا عن فوائد البصل الأخضر؟ وما هي فوائد البصل للزكام الذي يعتبر من أكثر المشكلات الصحية إزعاجاً؟ وماذا عن فوائد البصل للشعر وطريقة استخدام البصل للشعر للحصول على شعر ناعم وطويل؟ وما هي أهم فوائد البصل للبشرة والوجه والطريقة الأفضل لاستخدامه للحصول على بشرة صافية وناعمة؟ ما هي فوائد البصل للجسم؟ عند الاعتماد على إدخال البصل إلى النظام الغذائي، فهذا يعمل في المحصلة على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وقد يحد البصل وزيوت البصل الأساسية من تكاثر الكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل بكتيريا الخمائر، وهذا بالتالي يمنح الجسم الكثير من الحيوية والطاقة. يؤكد الأطباء أن شرب عصير البصل المخلوط بعصير الطماطم وعليه قليل من الملح يقوي ويجدد النشاط في أي وقت. كما يمكن أن يسلق البصل مع لحم الضأن ويضرب بعد ذلك معا في الخلاط مع كوب من القمح المستنبت ويشرب كالمرق بعد الغداء بساعتين، فإنه يمنح الجسم قوة ونشاطا وحيوية. كما ينصح بطحن بذور الفجل ويعجن في عصير البصل ويؤكل ذلك بزيت زيتون مع الجبنة والزعتر الناعم، فإنه مقوٍ جداً. والآن سنقدم لكم فوائد تناول البصل. يحتوي البصل على مركبات الأليسين المسؤولة عن الرائحة والنكهة المميزة له، كما يحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة ومركبات الكبريت، وهو مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن. لذلك فإن له العديد من الفوائد الصحية، حيث يمنع البصل الدم من التجلط في شرايين القلب، وبذلك يعتبر البصل من الأدوية الوقائية الهامة للمحافظة على سلامة القلب ومنع حدوث الأزمات والذبحات الصدرية. فوائد البصل لعلاج الكوليسترول. يحتوي البصل على عنصر الكروم الذي يقلل من مستويات الكوليسترول السيء LDL في الدم، ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة، ارتفاع ضغط الدم والتصلب العصبي. في وقت لاحق يساهم البصل في تخفيف الدم وتذويب الجلطات الدموية. فوائد البصل لمرضى السكر. يمتلك البصل القدرة العالية جداً في تثبيت مستوى السكر في الدم، وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية تساعد في تنشيط الإنسولين وزيادة إفرازه. كما يساعد البصل الخلايا على الاستجابة بشكل فعال وجيد للإنسولين، وذلك لاحتوائه على ثاني كبريتيد بروبيل الآليل وفيتامين سي. فكلما زاد استهلاك الجسم للبصل قل مستوى الجلوكوز في الدم، فبالتالي تقل نسبة السكر في الدم. فائدة البصل في تقوية جهاز المناعة. يستخدم البصل كمضاد حيوي طبيعي منذ عدة سنوات، حيث يشتهر البصل بقدرته على التأقلم مع الديدان المعوية، الفيروسات المختلفة، حالات الزكام الناتجة عن عدوى في المسالك التنفسية، السعال والجراثيم مثل السالمونيلا، الكولي وغيرها. كذلك قد يخفف البصل من حدة الربو ويقلل من التورم الناجم عن التهاب المفاصل، كما ينصح بتناول البصل لمعالجة حالات البلغم المفرطة والبحة في الصوت. فوائد البصل للزكام. توضع لبخة من البصل المسخن فوق العنق ناحية الشعر مع استنشاق بخار البصل، وذلك بغلي بصلة مقطعة في ماء على نار هادئة. استنشق رائحته عن طريق وضع رأس من البصل المقطع إلى جانب السرير عند النوم مثلاً. فوائد البصل للحامل.
فوائد البصل الأخضر للحامل وفق التجارب كثيرة جدا، إذ يعمل البصل على إزالة المعادن الثقيلة في جسم المرأة الحامل، كونه غنيا بكل من الميثيونين والسيستين والأحماض الأمينية، كما يقوي الجهاز المناعي لديها كونه من أقوى مضادات الأكسدة التي تشكل جدارا واقيا من الأمراض والميكروبات والبكتيريا والعدوى الفيروسية والجرثومية المختلفة التي تشكل خطرا على المرأة الحامل وصحة جنينها. وهذه فوائد زريعة البصل للحامل التي تجعله مفيدا للغاية. أحدث الدراسات الطبيعية حول البصل. أظهرت دراسات علمية مختلفة أن استهلاك البصل قد يكون مفيداً في تقليل احتمال الإصابة بأمراض مختلفة، وقد يمنع البصل نشوء القرحة المعدية عن طريق تقليل الجذور الحرة والكائنات الدقيقة التي تضر بجدار المعدة. لقد وجد الباحثون في جامعة ويسكونسن أن استهلاك البصل قد يمنع تراكم الصفائح الدموية المرتبطة بالتصلب العصبي، أمراض القلب والأوعية الدموية، النوبات القلبية والسكتة الدماغية. والآن سنقدم لكم أضرار الإفراط في تناول البصل. هناك أثر جانبي آخر نتيجة الإفراط في تناول البصل، وهو أنه يسبب غازات الأمعاء لاحتوائه على السكريات الطبيعية مثل الفركتوز، والتي لا تستطيع المعدة هضمها، وتقوم البكتيريا في الأمعاء بتفكيك هذه السكريات، وخلال هذه العملية يتم تكوين الغازات. وإذا كنت تستهلك الكثير من البصل فيمكن أن يزيد مستوى غازات الأمعاء، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وعدم الراحة. مشاهدين الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تعرفون، ولا تنسوا أن تضعوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، واتركوا لنا تعليقا وأخبرونا برأيكم عن هذا الفيديو. نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية. كان معكم من وراء الميكروفون محمد الحداد وفريق قناة الوصفات الزوجية. إلى اللقاء. لا يختلف اثنان على فوائد القرنفل لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين سي وكاف والألياف الصحية، مما يساعد على تقوية المناعة والحفاظ على الصحة، ويعد تناول القرنفل على الريق أو قبل النوم ذو فوائد متعددة، حيث أنه يحتوي على فوائد طبية تساعد على علاج الالتهابات والحماية من الإصابة بمرض السكري. وتتمثل فوائد تناول القرنفل فيما يلي: تقوية الجهاز المناعي.